انظار وزير التربية العراقي وإلى محافظ واسط وإلى كل تربوي شريف ونظيف ونزيه في هذا البلد. هذا حال مدرسة البدرية الابتدائية في مركز الكوت. هاي الأطفال صف الأول ابتدائي يقعدون هذا المكان اللي حالة يرثى على هذا صف أحد صفوف مدرسة البدرية. إلى أنظاركم يا شرفاء، أكو واحد من السياسيين يقبل إنه ابنه يقعد بهيجي صف؟ وهاي أمام أنظاركم هذا الصف طبعا ثاني، هذا خارج عن الخدمة طبعا، ما نقدر نخلي الأطفال دي لأن شمس وحار، وهذول مسؤوليتنا، مسؤولية الكادر، احنا مسؤولين أمام الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون عن وفيات داخل المعتقلات والسجون الحكومية بسبب التعذيب وسوء الرعاية الصحية. مرصد أفاد الحقوقي كشف عن ارتفاع حالات الوفيات بين المعتقلين في السجون الحكومية بسبب التعذيب وسوء الرعاية الصحية خلال العام الحالي 2021. نقل المرصد عن مصادر خاصة بوزارة الدفاع أن أكثر من 60 سجينا قضوا خلال العام الحالي فقط في مكان سجناء الحوت في الناصرية والتاجي في بغداد في صدارة السجون الحكومية التي شهدت وفيات. أكد أيضا المرصد أن أعمار السجناء المتوفين تتراوح بين 35 و50 عاما، ولا يعانون من أي أمراض مزمنة ما يحيل أسباب الوفاة إلى التعذيب الوحشي، وخصوصا في مراكز توقيف بعقوبة والرصافة والرمادي والحلة. أوضح المرصد أيضا مرصد أفاد أن دوائر الطب العدلي تظهر آثار التعذيب على جثث ضحايا السجون الحكومية. أيضا نقل المرصد شهادات عن معتقلين سابقين حول سوء الأوضاع في السجون الحكومية وظروف الاعتقال المزرية والآلية التي تتم بها عمليات الاعتقال. وبحسب الشهادات فإن أكثر من 90% من حالات الاعتقال تتم دون مذكرات قانونية، ثم يصدر القاضي مذكرة الاعتقال بعد يومين أو أكثر من تعذيب الموقوف وانتزاع اعترافات وهمية منه تحت التعذيب. أوضح مركز أو مرصد أفاد الحقوقي شهادات أن سجن مطار بغداد أسوأ معتقل حاليا، ويحشر في الزنزانة 40 شخصا بينما لا تتسع في الحقيقة لعدة أشخاص. وبين أن الصعق الكهربائي والضرب بالعصي وتعليق المعتقلين من أرجلهم هي عبارة عن تعذيب اعتيادي لكل سجين. مشاهدينا الكرام، سؤال الحلقة اليوم: هل توجد عدالة في العراق؟ هل تعتقدون كالآن أنتم متابعون للوضع في العراق، عراقيون يعيشون في هذا البلد، هل تعتقدون أن هناك عدالة في العراق؟ طيب، أيضا لدينا سؤال: مصطفى الكاظمي كان في وقت سابق أمر بالتحقيق بخصوص انتهاكات في كبرى السجون العراقية، أين هي نتائج هذه التحقيقات؟ هل الحكومة جادة فيما تخرج به إلى وسائل الإعلام أو الرأي العام من موضوع تشكيل لجان تحقيقية ومتابعة قضايا تشغل الرأي العام العراقي؟ هل هي جادة في تحقيق العدالة في هذا الموضوع، في إثبات الحقيقة وكشفها للرأي العام للشعب العراقي، في محاسبة الجنات ومنتهكي حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات؟ أيضا سؤال آخر وهو موضوع السجون السرية، لماذا تهمل الحكومة هذا الملف، ملف السجون والمعتقلات السرية التي يقبع فيها العشرات بل المئات من وربما آلاف أيضا من المعتقلين الأبرياء والمغيبين كذلك في هذه السجون التابعة للميليشيات المسيطرة عليها، وحتى هناك منها من تابعة لسياسيين موجودين داخل العملية السياسية، إن كانوا ينتمون لأحزاب أو غير منتمين لأحزاب، يسيطرون أيضا على مجموعة من هذه السجون التي يقبع فيها معتقلون أبرياء. طبعا مسؤولان عراقيان
في بغداد، أحدهما في وزارة العدل، كشفا لصحيفة العربي الجديد أن السلطات الأمنية والقضائية باشرت تحقيقا موسعا في 3 من السجون الرئيسة في البلاد بشأن معلومات عن حصول انتهاكات مروعة في السجون. وأبرز تلك الانتهاكات متعلقة بتورط ضباط ومسؤولين بجرائم الاتجار بالبشر وبالجنس بين النزلاء ومساومة ذوي السجناء خلال زيارتهم السجون، فضلا عن استمرار جرائم التعذيب عبر الصعق الكهربائي والطعن بالسكاكين والحرق بالماء الحار والحرمان من الطعام والشراب. ووفقا لمسؤول في دائرة الإصلاح بوزارة العدل، فإن سجني التاجي والناصرية هما أكثر السجون التي تشهد انتهاكات. أين نتائج التحقيقات؟ لماذا حتى هذه اللحظة لم تخرج الحكومة بشيء للرأي العام؟ لم تطمئن عوائل وذوي المعتقلين والمغيبين بسبب وشايات المخبر السري أو الاعتقال بدون مذكرات قضائية تمت هذه الاعتقالات على يد القوات الحكومية أو على يد الميليشيات إبان العمليات العسكرية وقبلها وبعدها؟ أين نتائج هذه التحقيقات؟ لماذا لا يوجد مسؤول يتحمل المسؤولية ويخرج ليقول بأن المتهم هو فلان، وبأن الجهة التي قامت بالاعتقال هي هذه الجهة، وأن ما يحدث في السجون بناء على تقارير كثيرة هي خارج نطاق العدالة والقانون، وبالتالي هذا الموضوع يجب أن تتدخل به السلطة من أجل أن تنهي هذه المهزلة الحاصلة داخل السجون الحكومية؟ كل رئيس وزراء انطرق هذا الموضوع يطرقه في ولايته الكاملة في فترة حكمه مرة واحدة ربما، وبعد هذه المرة يختفي الموضوع. لماذا لا يوجد مسؤول حقيقي في العراق يثبت صحة ما تنقله هذه التقارير الدولية التي تخرج كثير منها بناء على شهادات وبناء على تصريحات من مسؤولين داخل هذه الحكومة؟ معنا اتصال السيد محمود من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعتقلين، نعم، المعتقلين ما حد يدير لهم بال، من عم ملينا الصعاني عندي 2 ايه؟ ما عنده لهم اليوم 4 سنين. نعم. ما سووا كل هذول الدواعش من على يمهم. هو رئيس داعش المهلكي، هذول الشبت يطلعون المعتقلين يطلعون قبر على تركيا بدفاتر حلوة. هذول منهم المرض، وإذا المعتقل اللي يموت بالسجن، أنا شاهدت واحد جابوه ما سلموه لأهله. أيه. المعتقل على دفع 5 ملايين اللي راح يسموه جثة مالته من التاجي. نعم. ابن أخويا شوف اللي بقول لك. هذول حاضخت، احنا هذا البارحة الكارثة مالت الكارثة مال المستشفى، باكر يسوون أنجز، والله ما يخلون سجن إذا ما اللي يورونه. نعم. هذا مصطفى الكاظمي، هذا منهم اللي يخطب. انت احنا نطالب بس نقول بس على السعودية، بس نقول على الفلسطين الكويت يعاوننا، ما ضل، ما خلينا ملينا، ما سووا شيء. نعم. ما سووا شيء السجناء. دفعوهم. نعم. واكثرهم الداعين امام الله، والداعين امام الله انه فلكوا بهم بال110 دواعش. نعم. لا والله تلاقوا بالمية تلقى. يعني انت شو تقول الاسباب اللي تدفعهم الى اعتقال هؤلاء الشباب والرجال وتغييبهم في هذه المعتقلات؟ عن فلوس. يعني يبيعون البشر بيع. انا اتذكر واحد شاهد شبيك طلع بنت صباخه كبير من هذول الشبك، دفع 13 دفتر وطلع هو عايز على تركيا، سلموه جواز ماله باب السجن وطلع مقعدي على تركيا. طيب. والله ولد الخايبات، مستلمين كل سجن، عندك سجن بتاجي وانا قايل عليه يمكن 20 مرة. هذا بين معقوبة وبين التاجي هذا جو القاع. والله طيب. اذا ما بي 30,000 قليلة. كل واحد هذا حزب قابل 3-4 سجن. كل حزب يسار قابلهم سجن. بزحوا هذا الدولار، هذا يورون المستشفى، هذا المعتقل يبيعونه. نعم. هذا السجين يبيعونه، هذا اللي يموت حتى اللي يموت. والله واحد هنا الله يشهد على الثاني من منطقة الرشيدية، فلا سلموا جناس إلا 5 ملايين. نعم. والله سيد محمود أنا أشكرك، وصلت فكرتك، شكرا للمشاركة. أبو ياسين من ديالة تفضل، حياك الله. حياك الله يا أخي محمد هذا الشاذ الاحترامين. الله يسلمك، حياك أخي محمد. لا عدالة ولا قانون، بس بالعراق الجيش هو يحقق للمتهمين يسميه، قلت لهم المتهمين قال بس بالعراق الجيش يحقق ويرفع الشبه مالي يساوم
ويرفع القضاء والقاضي قبل يوقع يدون على الفاضي. هذا هو ماكو كل عداله. شفناها بالانبار قالوا لهم العباد طرق امنه وارفع الراي بيضج واستقلهم وينهم مغيبين ما هم لا حيا ولا ولا هم امار. نعم انهم قالوا بلينا والحجباء بجوتكم تالي دم واطيها على 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 الاسفل هم على ذبح العالم بجوتها. هذا الامر صايف وواضح اللي يزيد ايران وكل العالم شافت جعجعة السليماني يذبح بالعراقيين ومرفعوا له رايات التحيات للسليماني. هذا حال العراق اخي محمد متين صايفيه. هذا الشعب القتل يعني التصحيحات اللي ذبحت على بقي تبيه المات والمغيب مغيب والسجون السريه كل فصائل الى سجون يعني ماكو قانون. شنو فصائل السجون السريه ببغداد وبالمحافظات؟ هاي الزعمات كل زعيم عنده سجنين وثلاثه. نعم. هاي الناس الابرياء خلينا نسميها بالاسم الفصيح السنه تحديدا. هو صح الظلم على الكل، لكن هاي المحافظات الغربيه الثلاثه هم السنه راحت بيها. سيد ابو ياسين مصطفى الكاظمي اوعز الى حكومته الى وزراء المعنيين بتشكيل لجان تحقيقيه بخصوص انتهاكات تحدث في سجون كبرى في العراق، وبنفس الوقت رئيس الجمهوريه برهم صالح يصادق على احكام الاعدام كل ما تجي وجبه. طيب شلون يتم الاعتراف بهذه الاحكام وبهذه المصادقات بشكل قانوني اذا كانت تكون انتهاكات وتقارير تشير الى وجود انتهاكات داخل السجون؟ المفروض غير تتوقف هذه العمليات حتى تثبت الحكومة أن الأمور بشكل عادل تسير في السجون والمعتقلات، وبعد ذلك حاكموا من تحاكموا إذا كان فعلا متهم. ليش تمشي الحكومة رئيس الجمهورية صادق على أحكام الإعدام ومن جانب آخر رئيس الوزراء يقول افتحوا تحقيق بخصوص انتهاكات موجودة في السجون؟ شنو التخبط هذا؟ أخي محمد الانفجار مال استاذ مال باب الشرقي كلكم شفتوا سمعتوا. نعم. راح واتجه هو رئيس الجمهورية للأرعن يروح يوقع على إعدامات الناس الأبرياء بالسجون. هذا بهذا هذا الأمر واضح. إذا نجي محمد على وزير رئيس الوزراء هذا متابع، هو من كان مدير جهاز المخابرات مخلي بالمكتب مال سلطة الخميني. كيف من هذا النماذج محمد؟ هذا كله إعلام، هذا الكاظمي إعلامي، هذا كله كذا. بعدين لجان تحقيقية هذا نرجع لي ورا من الإمام عليهم السلام وجلس الأئمة والداميات مال مالك كما داميات داميات ثلاثة واحد في أربع داميات وجرة الجرادة وخان بن سعد وكل الإجراءاتية وين اللي تقدموا والداعي مال ابن الخطيب أم لجنة وين اللي فاعل تقول وقبلها مال قتل المتظاهرين مواصل العرب رياض الشمال وغير الشمالي طلعوا مو هم طلعوا هذا رابط يتصرف شخص زين خلي ما يخالف لان يعني القناصين ما وحوا محمد القناصين والمخفين، لكن هذا اللي جات هذا المسكين بحي الوحده دعمه موته الشاب عمره 17 سنه يعني عمره ولا سقوط قبل ولا سقوط السنه يعني لا حظ بنظام بعث ولا يعني هذا الاجرام مالكم الدم والصائب شنو؟ يعني انت تريد تقول يا ابو ياسين انه كل اللجان التحقيقيه اللي طلعت بحكومات بزمن حكومات ما بعد الاحتلال هي كلها مسيسة، أنه نتائجها محسومة، ويعني إذا كان أكو حقيقة فأخفتها الحكومات؟ محمد مسيسة وخدعة للشعب وكل العالم يعرف كل عراقي من هذه الأرض الشريف يعرف أنه هو القضاء مسيس. إحنا لا القضاء مسيس راح نقبض من فلان وعلان. فهذا القضاء بيد الزعامات والزعامات كلهم حتى السامع ذيوله نفايات إيران كل الشعب يعلم. فماكو حقيقه واذا كلها مزيف وشنو قبضنا من اللجان؟ خلي يطول حقوق العالم الشهداء وينها؟ بس انا اقول عندي رساله للشعب العراقي خلي قارن اسمح لي محمد رحمه الوجه خلينا قارن بهذا التحديد مالنا يعني صدام عشان حقوقه البعث من ضمن العراق طلع كنا كنا بشارع رشيد سوى وثار وانتصروا لكن يا اخي هذول اللي جتنا من برا هاي الناس اللي جتنا من برا بدون ثوره جت حتى السامع خلي اقول لي كل واحد خلي يسوي له باس اقول لك والله بصال امريكي وخلي بصدره يس طيب. لان جو تحت البصال الامريكي. انا اشكرك يا ابو ياسين من دياله شكرا للمشاركه. احنا كل ما مثل ما قلنا قبل ومستمرين على هذا الموضوع كل ما يصير طرح للنظام السابق انا اقول بان النظام السابق انتهى بما له وما عليه وخلص جاء الاحتلال وأسقط النظام السابق وطلعت الحكومات بقانون اجتثاث البعث وغيرها من هاي الأمور اللي ما بقت جذر للنظام السابق داخل هذه الحكومات وداخل العراق.
ماشي، ايش قدمتوا للعراقيين بعد الاحتلال وبعد سقوط النظام السابق؟ ايش قدمتوا للعراقيين من عدالة؟ ايش قدمتوا من حقوق إنسان وحرية للتعبير؟ هل حافظتوا على كرامة الإنسان، على حياة الإنسان؟ شنو الطائفية اللي اخترعتوها أو اللي أشعلتوها الفتنة، الحروب والصراعات والميليشيات وغياب العدالة والقانون والأزمات الصحية الموجودة في المستشفيات ونظام تعليمي؟ شفتوا المقطع في بداية الحلقة، يعني مأساة حقيقة بموضوع المدارس الكرفانية والمدارس الطينية وغيرها، أزمات كثيرة في العراق. إيش قدمتوا للعراقيين؟ سعد من الكويت تفضل، حياك الله. يا هلا بك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، المعتقلين والمقيدون محتاجين اهتمام ورعاية من الدولة. نعم. وكذلك من البرلمان. نعم. محتاجين علاج طبي، يعني توفير علاج طبي لهم. نعم. وأماكن تليق بهم، يعني أماكن لائقة. أي. أيضا يا أستاذي، الأذى لا يجوز، إنسانيا إسلاميا لا يجوز، خصوصا أيضا مسؤولين عنهم جهة الاختصاص. نعم. الجهة المختصة، ونتمنى حل قضية المقيدون. نعم. والمعتقلين، وآخر الكلام، من يؤذي ويعذب المعتقلين نتمنى من السيد الكبير إسماعيل الفقيه يشور بيهم يا أستاذي. طيب. من يشور بيهم على عملهم لما يؤذون المعتقل أو المقيد يا أستاذي. تحياتي لكم. شكرا يا سعد. شكرا. أبو سلام من بيجي تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سالي؟ شلون صحيح؟ حياك الله، أهلا وسهلا يا أخي الكريم. والله احنا نشكركم على هذا البرنامج. الله يسلمك. ونشكر وقوفكم معنا، يعني ومع المضطهدين والمغيدين. واجبنا. بس يا أخي والله ما أدري، يعني ما نعرف شو نحكي ويا هاي الحكومة ويا هاي المسؤولين الفاسدين الفاشلين. نعم. حقيقة شو تحكي أنت يا أخي؟ نحن يعني المغيبين، المعتقلين، ناس عبرياء. نعم. بالله أكثر سجون أبرياء. فالدولة يعني هي من هالدولة، من هم المسؤولين ومن واجباتهم؟ شنو واجباتهم؟ نعم. يعني واجباتهم المفروض تكلف يعني للمواطن، للمحتاج، للشعب. الصار اليوم صار سنين يجر على الويلات والمر والعذاب من وراهم. يعني ايمي تصحى ضميرهم، ايمي تصحى ضميرهم. نعم. يعني هم الوحيدة الكراسي والمناصب وقارة الكتلة والفرقة والحزب والآخر والمدري شنو هو يعني إلى متى؟ نعم. إلى متى يا أستاذي؟ أبو يعني أبو سلام، تعتقد أكو عدالة بالعراق؟ لا والله يا أخي ماكو عدالة. لا والله يا أخي ماكو عدالة. بس الظلم وصل إلى حده، يعني إلى متى؟ بس لا حول ولا قوة، حسبنا الله ونعم الوكيل عليم. إن شاء الله ينتقم منهم إن شاء الله قريب. عندكم مشكلة معتقلين يا أبو سلام؟ أني. عندكم مشكلة معتقلين؟ يعني فوق هذا الكل يعني شوف يعني والموجود علينا وصار بينا وماكو مشكلة معتقلين؟ لا أنا أقصد أنت، يعني أنت شخصيا عندك قضية معتقل؟ لا والله أنا أحد المهجرين اللي ما أخذت حقوقي يعني من هذا الدولة. نعم. إيش صار؟ إيش صار؟ إيه يعني صار يعني بقضيتكم يا أبو سلام، وشنو وضعكم حاليا؟ والله يا أخي وضعنا مأساوي. يعني إحنا نطالب أبسط حقوقنا، أبسط حقوقنا اللي هي بالذمة برقابهم مباشرة تحاسبون عليها أمام الله. يعني احنا نعم. مكملين الهويات هاي مال الكي كارد الصفرة مال الهجرة المهجرين، ومن نفس الدائرة مال الهجرة المهجرين احنا مطلعيها. نعم. كاملة اصوليا ورسميا. أه. ولحد الان ما صرفونا بها ولا درها. ليش؟ بس اسأل سؤال واحد، هي الهوية من تنصرف؟ مو تنصرف فيها يعني المواطن المهجر المظلوم المسكين من ياخذ الهوية ويخليها بجيبه وياخذ المستحقات مالته؟ المفروض. شنو اللي مأخرها؟ وينها؟ موجودة عندهم. يعني يعني طالبنا وناشدنا وكيل الوزير دخل العطية في وقتها، يعني وما خلينا ومناقشات ما خلينا، يعني يقول لك كاملة مكملة. ايش تصرفوها؟ يعني حتى ما فيين استحقاق فيها بالصرف، يعني عشمك فيها انت صرف كلها. شنو تبرير الحكومة على قضية التأخير؟ والله يقول لك ما تصرف هسه، ما ادري شنو واقفه الميزانيه موازنه وهاي هي، بس بهالشذب هذا ملتهين بينا. هل يعقل انه انتم المتضررين اصحاب العوائل اللي تهجرتوا بسبب عمليات عسكريه وظلم حكومه، وحكومه فاشله طببت الدواعش الى العراق؟ هل يعقل بانه انتم ما تحصلون على حقكم، واصحاب رفحاء الرفحاويين يحصلون على رواتب باثر رجعي؟ يعني هل معقول هذا الكلام؟ لا، هذول خط احمر هذول استاذي. لا، الفقراء يعني هم اللي يتحملون الذنب، والفقراء هم يتحملون ذنبهم، والفقراء هم اللي يتحملون
يعني ما يجريه المسؤولين. نعم. يعني لازم احنا نتحمل، يعني لازم الشعب يموت كله، يضحي يموت من اجل المسؤولين باقين حتى يعيشون بالارض فساد. والا شنو المانع؟ انت انطيتني هويه وصرفتني كمهجر وحقوقي هذه سواء من دولتي او منظمات خارجيه. نعم. ليش ما تصرف المستحقات مالتها؟ نعم. مو انا اطلبك فيها، ولا درهم اخذنا فيها استاذ محمد، ولا درهم. نعم. اخذنا. نعم. منها الله وكيل. نعم. وموجوده بالوزاره، يا ريت صوتنا هذا توصلون للوزاره المعنيين اذا يخافون الله، سواء الوزير او الوكيل. نعم. يعني وين مستحقاتنا؟ مصروفها عندكم موجوده. نعم. وجبه 26 27 28 موجوده كلها كامله، بس يطلقوها. نعم. ليش ما يعطونا اياها؟ سيد ابو السلام نتمنى صوتك يوصل، انا اشكرك كنت معنا من بيجي، نتمنى صوتك يوصل الى المسؤولين. يعني مقارنة حقيقة غير منصفة أنه مواطن عراقي متضرر جراء عمليات عسكرية وفشل وإخفاق حكومي بحفاظ الحفاظ على البلد وأرواح المواطنين وحماية البلد من الإرهاب والعناصر المتطرفة والميليشيات وغيرها، بدل ما يحمون الناس وبدل ما يعوضوهم على اللي سببوا لهم إياه من ضرر ومن أذية، لا، الرفحاوي يعاد للراتب بأثر رجعي ويصرف لهذه المستحقات، في حين أنه المتضرر من المحافظات الغربية والمعتدى عليه حقيقة يعاني بهذه الطريقة وما إلا أي حق ولا استحقاق نتيجة أو تعويض نتيجة الضرر اللي وقع عليه بسبب سياسات حكومية فاشلة حقيقة. عندنا اتصال. صالح من اللطيفية، تفضل حياك الله. أهلا وسهلا يا صالح. استاذ محمد، احنا من ناحيه مهجرين اللي فجرها عام 2014. نعم. 2014 بعدها الى بقينا تقريبا مهجرين ما يقارب الخمس سنوات. اي. رجعنا الى بيوتنا كلها منفجره، جوامع، الفجائر، الكل على اطلاق. طيب. ما حصلنا، قدمنا على تعويض، ما حصلنا اي شيء من الدوله. حتى معاملات لا تزال بالمخطط ولحد الان اي شيء ما استلمنا. اضافه الى ذلك وزاره الهجره وزعت 1.5 مليون منحه. اي. وقسم ما استلمنا لحد الان. ليش؟ والله ما اعرف، يعني ماكو فلوس واكو كذا، يعني هالحاله. احنا ليش ما عندنا فلوس يا صالح؟ انت كمواطن عراقي اليوم تسال نفسك، احنا بلد غني ليش ما عندنا فلوس؟ العراق فقير، ما عنده لا موارد، لا عنده معادن، لا عنده نفط، لا عنده زراعه، كل شيء فقير. هل يعقل بانه احنا اللي نمتلك كل هاي اللي تفضلت بيها وما نقدر ندفع رواتب وما نقدر ندفع استحقاقات لمتضررين وعوائل؟ يا اخي العزيز، هسه احنا ما ليش ما ليش هذا المفروض هذا السؤال يتوجه للحكومه واحنا المهاجرين؟ لا انا يعني وياك، انا اريد اعرف انت رايك كمواطن عراقي اليوم شو تقول على هاي الحاله؟ شلون توصفها؟ والله يا اخي انا كمواطن عراقي مش حق مضغوطين بهالحاله هذه، لان احنا تهجرنا وخلينا ابننا والمعرفه كله بوقت التهجير. نعم. وهسه رجعنا بنينا من جديد لحد الاخر كل بنينا من عنده. نعم. لحد الان احنا ننتظر، يعوضونا ما سؤال الحلقه اليوم يا سيد صالح، هل اكو عداله بالعراق؟ انت مواطن عراقي برايك هل اكو عداله اليوم بالعراق؟ والله يا اخي عزيز، مواطن العراق كان يعرف كل شيء سابقا والان يعرف بعد اكبر، نعرفها اذا كانت موجوده او غير موجوده، يعرف العراق وغير العراق. تمام وياك، انا رأي سؤالي لحضرتك، انت تعتقد اكو عداله اليوم لو ماكو؟ لا لا، هي وين العداله؟ وين العداله يا عزيز؟ نعم. انا اشكرك يا صالح، شكرا لك، واتمنى انه صوتك يوصل يا صالح ويسمعك المسؤول اللي ديت نعم اليوم بخيرات العراقيين ويشوف ابناء بلده بهذا الحال المأساوي. علي من دهوك، تفضل يا علي. استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور يا علي، اهلا وسهلا. انا فرحان اسمي. فرحان؟ نعم نعم، حياك الله سيد فرحان، اهلا وسهلا. استاذ محمد، عن طريق قناتكم الكريمه اريدك تناشد لي حكومه كردستان. عندي اولادي ثلاثتهم ما مخلصين كليه ولا حجم معين،
واني عمري صرت 63 سنه ما عندي حتى الرعايه. نعم. فعن طريق قناتكم تناشدوا الحكومه الكردستانيه راعينا. نعم. نتمنى صوتك يوصل يا سيد فرحان. نتمنى صوتك يوصل للجهات المعنيه في شمال العراق، انه ينظرون الى حال الناس. الوضع صعب جدا، والازمات الاقتصاديه حقيقه تنهش بالعراق وبالعراقيين، والوضع ما يتحمل انه انتم تتفاقمون من ازمات الناس ومن معاناتهم. انظروا الى حال الناس، يعني حقيقه ينظر كثير من العراقيين الى شمال العراق بانه محافظات مستقره امنه بها نظام بها ترتيب. انظروا ايضا الى الجانب الاقتصادي ولحال الناس، وانظروا الى الحالات الانسانيه الموجوده داخل هذه المحافظات. عندنا عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد. نعم. بالنسبه للعداله غائبه في هذا البلد. نتيجه وجود هذه الميليشيات وهذه العصابات اللي ما تفكر بس مصالحها. نعم. من اليوم اللي استلموا الحكم لحد هذا اليوم تشوف البلد جاي يندار وينحكم عن طريق المحسوبيه والمنسوبيه. نعم. اللي منتمي لهم واللي منتمي لاحزابهم. نعم. اما المواطن العادي او المواطن الفقير ما حد بحاله، واللي احنا هذا اليوم جاي نشوفه، وخير دليل يا استاذ محمد اللي صار قبل كم يوم بالمستشفى اللي راحوا اللي راحت به ارواح تشرف راس كل سياسي من دولة صراحه. نعم. وشفنا المواطن العراقي الشريف وبالفعل العراقي لما يقولون عنه أبر غيرة أبر غيرة. السياسي ما حرك سيارة دفاع مدني مستشفى، وشفت العراقيين ها بأجسادهم وبأرواحهم يطلعون الجثث من المستشفى. نعم. فيا أخي أي عدالة موجودة يا أستاذ محمد؟ البلد نحو الهاوية، البلد جاي يعيش فوضى. دولة يعني هذا زمن العصابات، زمن الانفلات، هذا اللي احنا جاي نعيشه. والا يعني احنا شنو تعليقك على موضوع الوفيات داخل السجون والمعتقلات الحكوميه بسبب التعذيب وسوء الرعايه الصحيه؟ يعني ماكو عداله وماكو احترام لحقوق الانسان ولحياه الانسان لا برا السجن ولا داخل السجن والمعتقل. وشنو فرق العراقي اصلا اللي خارج المعتقل عن اللي داخل المعتقل اليوم يا سيد عبد الرزاق؟ احنا كنا نفس المعتقل استاذ محمد، اللي داخل القفص واللي خارج القفص. نعم. احنا اكو معتقل كبير، اكو معتقل صغير. احنا انا وانت نقول المعتقل مالتنا اكبر من المعتقل ابو القفص، ولا احنا كنا نفس يعني جاي دور نفس الدوامه. فبهاي يعني احنا صراحه يعني جاي نشوف الاحزاب يعني جاي تتصارع على ملاتعها وعلى مغارمها. استاذ محمد انت جاي تشوف يعني تاركين لك الناس تتاذى، وهم من هسه جاي يحضرون الانتخابات، والانتخابات يبقى يا استاذ محمد. هذه مو وضعيه، هذه مو دول ما يقودوا البلد وما يوفرون ادنى خدمه للمواطن، دول يفكرون بس بمصالحهم وبس باللي تبلي عليهم انفسهم الشيطانيه، اما يفكروا المواطن ايش اكل، الشراب، ايش توفر للمواطن. هكذا احنا بالصيف وشوف الكهرباء من هسه تحلفوا بالناس شلون جاي يقطعونها اربع ساعات واكثر. يعني هاي مو حياه الانسان محمد، دولة لا تتعبر من عندهم. وصلت فكرتك سيد عبد الرزاق. يعني نعم. انا اشكرك يا سيد عبد الرزاق، وصلت فكرتك. ناخذ اتصالات. عندنا سيد انور من بغداد، تفضل يا انور. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذول شبيهم اخي الشرطه؟ هذول شبيهم معتقلين؟ شبيهم معتقلين ليش؟ يعني شنو ليش معتقلين؟ معتقل داخل السجن لاسباب كثيره، ان كان بسبب تهمه وشايه مخبر سري، ان كان بسبب طائفي، ان كان بسبب غير قانوني ابتزاز لذوي المعتقلين، المهم معتقل داخل السجن ينتهك، يعتدى عليه، يعذب، يعني هناك انتهاكات يتعرض لها، حرمان من الرعاية الصحية، حرمان من الطعام، انتهاكات، تعذيب، صعق بالكهرباء وغيرها من الوسائل التعذيبية الأخرى. اللي دا يصير بالعراق شنو هذا؟ اللي دا يصير بالمعتقلات شلون توصفه يا سيد أنور؟ ليش؟ معقولة؟
يعني شنو معقول؟ المعقول ماكو برلماني ماكو احد شلون؟ بيهم يشوفهم يعني هاي هو هذا سؤالنا، هو هذا سؤالنا، الحكومة وين عن ذول الأبرياء اللي موجودين بالسجون؟ الحكومة وين عن التعذيب الموجود بالسجون والمعتقلات؟ هذا سؤالنا. أنت شنو رأيك؟ أنور، أنت شنو رأيك باللي دي يصير؟ أنور إرهابي منعمين شو بالسجون؟ شلون؟ ياكلون يشربون ومدللين هذول ايش بيهم شنو؟ يعني انت تقول اكو دلال بالسجون يعني؟ اي طبعا ايش مدري ايش مدري ايش مدري؟ ليش ما هذا سجن الحوت بالناصرية مو مدللين قاعدين ونفس الميزانية مالت العراق الهم طيب ايش مدري انت بهذا الكلام؟ قلت لهم ليش ما الأمم المتحدة جاي يشوفهم؟ ايش مدري انت بهذا الكلام؟ أنا على الأقل عندي تقارير دولية مو يعني مو تقاريري أني تقارير دولية تقولك انتهاكات بسجن الحوت أنت بس اسمح لي أنت شنو دليلك على هذا الكلام تقارير دولية مو دافع الإرهابي تقارير دولية جابت الإرهاب هذا يكون عدل هو منو اللي دي يحكم العراق اليوم الحكومة لو التقارير الدولية يا أنور بايد مثلا مسوي له مثلا جريمه ومتهم بيها ما مسويها اكو اكو صحيح صحيح اكو جرائم جنائيه واكو جرائم مخدرات واكو جرائم كثيره واكو بيها متهمين حقيقيين لكن اكو هواي متهمين ابرياء دخلوا الى السجون والمعتقلات بدون مذكرات قضائيه هذا كلام حتى مسؤولين داخل الحكومه يعني مو كلام محمد ولا كلام انور ولا كلام احد هذا تقارير هذا كلام مسؤولين حتى انا هسه هذكر لحضرتك إذا تسمح لي مفوضية حقوق الإنسان داخل الحكومة مفوضية حقوق الإنسان موجودة داخل الحكومة أعربت عن قلقها بسبب تصاعد عمليات الإعدام في العراق ومصدر طلب عدم الذكر ذكر اسمه في المفوضية أنه هم بالمفوضية قلقون من قرارات الإعدام الأخيرة بل حتى الأشخاص الذين أعدموا مؤخرا في محافظة ذي قار جنوب البلاد هم ضحية فقدان العدالة في المحاكم مفوضية حقوق الإنسان بالحكومة أنت شنو تعليقك؟ الإرهابية ها؟ لحظة دفع الإرهاب عمي لا دفع الإرهاب فروا مصطفين ذاك الدور انصاف طيب أنت ما مقتنع أنه أكو تعذيب بالسجون يا أنوار؟ إيه ما مقتنع طيب ما مقتنع. أنا أشكرك شكرا جزيلا وجهة نظرك تحترم لك قناعة خاصة لك رؤية لك رأي طيب ذول الناس اللي منظمة Human Rights Watch طبعا بس اللي جايبهم اليوم تقارير كثيرة ومفوضية حقوق الإنسان في العراق وتقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان اللي نقل عن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أنه خلال الأعوام الستة الأخيرة أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان مجموعة تقارير وشهادات مكتوبة لسجناء أطلق سراحهم أو لذوي سجناء ومعتقلين ووجه نداءات إلى حكومتي حيدر العبادي وحكومة عادل عبد المهدي بهذا الخصوص لكن أي من الحكومتين لم تستجيبا لهذا الموضوع بل ازدادت خلالهما عمليات التعذيب في السجون التي طالت القاصرين في بعض الأحيان منظمة Human Rights Watch كشفت في تقريرها عن عمليات تعذيب تصل إلى الموت تنفذ داخل مراكز تديرها وزارة الداخلية في الموصل شمال البلاد وقالت المنظمة في تقرير نشرته أن معتقلين سابقين ووالد رجل متوفي أثناء الاعتقال قدموا تفاصيل عن سوء المعاملة والتعذيب والموت في هذه المراكز وذكرت المنظمة أن شخصا رفض الكشف عن اسمه الكامل كان محتجزا لدى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية في سجن الفيصلية شرقية الموصل من يناير إلى مايو 2018 أبلغ المنظمة أنه شاهد وتلقى تعذيبا متكررا أثناء الاستجواب ورأى 9 رجال يموتون هناك أثناء 2 على الأقل من سوء المعاملة وطبعا حنذكر باقي التفاصيل من مفوضية حقوق الإنسان اللي ما يريد يقتنع هذا هو حر لكن أنه أنت تجي تقول لي أنه ماكو متدللين تعالي بالدليل الآن أنا أتيك بتقارير دولية وتقارير من جهات حكومية وتصريحات من مسؤولين حكوميين وأفراد يعملون داخل هذه السلطة يتحدثون عن الانتهاكات الموجودة أنت لما تقول أنه أكو دلال داخل السجون ما هو دليلك على هذا الكلام؟ ما هو برهانك على هذا الكلام؟ منو عندنا اتصال؟
رباح من الموصل. ألو. رباح. ألو محمد هي. تفضل. رباح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون أخوي؟ حياك الله. ألو. تفضل يا رباح. رباح. سيد رباح موجود؟ فقدنا اتصال. طيب طبعا حقيقة هي هذا الموضوع ما يسبب اي ازعاج، بس ازعاج حقيقة للمشاهدين، لكن لشخصي ابد يعني، لان الموضوع يعني هو يعبر عن اللي بداخله وعن اخلاقه عموما. طيب مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام، للسيد انور مفوضية حقوق الانسان العراقية عربت عن قلقها من تصاعد عمليات الإعدام في العراق، وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه في المفوضية لصحيفة النهار العربي أن المفوضية قلقة من قرارات الإعدام الأخيرة، بل حتى الأشخاص الذين أعدموا مؤخرا في محافظة ذي قار جنوب البلاد هم ضحية فقدان العدالة في المحاكم، وبالتالي أي عملية لتنفيذ أحكام إعدام تجرى تثار حولها الشكوك، لأن الاعتراف قد يكون انتزع تحت التعذيب القاسي. هذا الموضوع من تقرير مفوضية حقوق الإنسان داخل الحكومة، يعني هذا حقيقة أكبر دليل أنه اللي يصير داخل العراق وداخل السجون والمعتقلات بعيد كل البعد عن العدالة والقانون. ويانا رباح من الموصل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام رباح. سيدة سيد تفضل. رباح. رباح. احمد من كركوك تفضل. بس اسال ابو جاسم النسبه بالقرار 315 هل ادرج بالموازنه اللي هي قضيه العقود؟ نعم الحقيقه يعني هو صار اللي صار ان هم قالوا على اساس انه حيدرجوا، لكن حتى هذه اللحظه تفاصيل هذا البند او هذه الفقره ما موضحه، يعني مبهمه، ما حد يفهم شنو هاي الموضوع. يعني احنا ما يعني لو مخلينا على العقود الشهريه افضل، يعني صرنا يعني حالنا قسمي بس حق مخصصات مالنا. نعم يعني أحمد، أنا عندي سؤال، وأريدك حضرتك تكمل كلامك. سؤالي وحيربط أكيد بموضوعك، هل أكو عدالة اليوم بالعراق؟ لا والله ما أكو عدالة. نعم أنت صار لك إيش قد عقد يا أحمد؟ والله أنا من 2009 مداوم، إيه من 2009 بداية 2009 شهر الثاني. من 2009 والحد الآن يعني شهر 2020 شهر الخامس تحولت على القرار 315. طيب بس أي مخصصات ما جن يعني ما جتنا من شهر الخامس لحد الآن. افتهمت شيء من القرار 315؟ افتهمت على أساس درجونا بالموازنة، بس لحد الآن ما بين شيء، يقولون أسبوع اللي يجي من 1/5 تبين، يعني ما أعرف. المفروض بعد إقرار الموازنة الحكومة ما لها صلاحيات انه هي تعدل بها اي شيء، شلون هاي الفقرة ادرجوها او اقروها شلون بعد اقرار الموازنة؟ حسب النائب هيثم الجبوري، اي قال يعني هذول ولدنا ما خلعوهم بدون يعني تخطيط مالي، وهذا صار لهم 18 سنة. انت من 2009 طيب انت من 2009؟ نعم من 2009 وانا اجور يومي. من 2009 يعني صار لك 12 سنة؟ 12 سنة صار لي عقد بالدولة. طيب ايش يطوك على هذا العقد، على هذا الشغل صار لك 12 سنة؟ والله اجور يومي كان ينطونا 600. اي وهسه من حولونا على هالقرار بدون الزوجية والاطفال بدون مخصصات بدون حوافز 400 ألف. يعني هم دا يقولون ان انتم ولدنا وما راح نعوفكم، صار لك 12 سنه متروك عقد ما مثبت، هل يعقل هذا الكلام؟ والله ما اعرف مصيري شنو. وما تعرف مصيرك شنو؟
ما اعرف مصيري شنو يعني، ما اعرف والله ما اعرف هاي الدوله شلون تشتغل. يعني تعتقد ان الحكومه جاده وياكم بقضيه تحويلكم الى، انتم عددكم جدا كبير يعني، هم المفروض حسب كلامهم ان هم شملوا يعني اكثر من 200 الف شخص بتثبيتهم او لا. طلبوا ضمن هذه الفقره على اساس ان هم يثبتوهم داخل الدوله ضمن وزاره التربيه، لكن هذا الموضوع حد هذه اللحظه ما حد شاف منه اي نتيجه. بالنفط قدمهم بالنفط بشركه المشاريع النفطيه. نعم يعني بس اسال المخصصات ما ادري درجونه ما درجونه ما اعرف، بس جاي مظاهرات باب القطاع يقول القرار ما نعرف عليه. نعم. اي والله ابو جاسم بتش تسعيننا يعني تحاول توصل صوتنا للجهات المعنيه بشغلتنا. نعم. ان شاء الله يا سيد احمد يكون صوتك واصل الى الجهات المعنيه في العراق. حقيقه يعني نتمنى ان شاء الله انه يكون اكو نتيجه لقضاياكم، ونتمنى انه اللي يناشدون انه اكو حل لمشاكلهم، لكن للاسف ما نريد حتى نحبط الناس او نسود الموضوع بوجههم، لكن واقع الحال يقول بانه هؤلاء الذين يحكمون اليوم ما يهتمون حقيقه لاي احد. يعني نائب عن البرلمان اسمه مطشر السامرائي عن محافظه صلاح الدين يوصف الشعب العراقي بالبائس، يقول أنا ما عندي استعداد أنه أتخلى عن راتبي ومخصصاتي وأديح مثل ما الشعب العراقي دايح وديحاني ومرتي وجهالي. هذا نائب برلماني اللي يوصف العراقيين، مسؤول يصف العراقيين بهذه الأوصاف، هل يتوقع أحد منا أنه هو ينظر بعين الرأفة والعطف ويعني يصحى ضميره ويعمل فعلا وينفذ اللي هو متعين من أجله، إن هو ممثل عن الشعب أو ممثل للشعب داخل البرلمان، هل المفروض يصرح أو يتكلم بهذا الأسلوب؟ هذا حقيقة يعني واحد عينة فقط من نماذج كثيرة موجودة داخل البرلمان من شخصيات تحكم العراق بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. عندنا رسائل نقراها، عندنا اتصال أبو زيد من الأنبار وبعدين نقرأ الرسائل. تفضل يا أبو زيد حياك الله. عليكم اخوي العزيز. حياك الله، اهلا وسهلا. اخي العزيز بالموضوع مال السجون، يقول ماكو تعذيب بالسجون، يا اخي شلون ماكو تعذيب بالسجون يعني؟ نعم. السجون مسؤوسه ابرياء. نعم. اي والله استاذ يعني يقول لك انور يقول العفو كرار من لا كرار الجواب، انور من بغداد يقول بانه متنعمين بسجن الحوت بالناصرية، نص ميزانية الدولة تنصرف عليهم. يا أخي والله أبرياء ولد عمي ومن ربعنا أبرياء أخذوهم وما ندري بهم وين ما كانوا، ما ندري بهم وين، قال نتصل بهم تعذيب يعني حتى بنوت يعني. نعم. يعني تواجه إلا عشان قتل تواجه. برأيك الحكومة جادة بالتعامل ويا قضية الانتهاكات اللي حاصلة بالسجون؟ مهتمة اصلا بهذا الموضوع؟ ابد ماكو اي تعامل، المساجين رحمن على ارزاقهم على ارزاقهم فلوس يعني. نعم. نعم. انا اشكرك يا ابو زيد من الانبار، شكرا للمشاركة. فيما تبقى من وقت نقرأ رسائل المشاهدين الكرام. الواردة عندنا رسالة من السيدة أم علي من بغداد تقول السلام عليكم، أنا أم علي من بغداد، شلونك أستاذ؟ نشكر قناتكم اللي توصل صوتنا، أريد من الحكومة تفرح الأمهات بالعفو العام. رسالة أخرى لدينا من أحد المشاركين يقول كيان من بغداد، أستاذ محمد مساء الخير، ماكو عدالة في العراق بس أكو نذالة من قبل الحكومة الفاشلة، هاي الحكومة ما تمثل العراق، تمثل إيران وأمريكا. شكرا يا كيان. رسالة عندنا من السيدة أبو حاتمة من الموصل بعد التحية والسلام يقول العراق في محنة لم يشهدها التاريخ، ليس المعتقلين في تعذيب فحسب بل كل العراقيين في التعذيب إلى داخل السجون، اللي داخل السجون على تهم واهية يعذبون على تهم شتى أنواع التهم أدناها السرقة، سرقة علبة كلينكس، والشعب يعذب البريء يعذب من قلة
الخدمات أبسطها حبة الأسبرين والكي كارت منحة النازحين المصروفة من 2012 من 2016 لهذا اليوم. ينتظر النازح هذا الفشل الحكومي فشل الصرف. وتحية لكل العراقيين، أنا أشكرك يا أبو حاتم. عندنا رسالة من أبو علي النعيمي من بغداد بعد التحية والسلام، يقول تحية لحضرتك أستاذ محمد ولكل كادر قناة الرافدين. يقول أخي محمد، الشعب العراقي ابتلي بزمرة فاسقة جاء بهم سيء الصيت برايمر والشوارع من الشوارع وسلمهم السلطة، وبدورهم سلموا كل أمور العراق إلى دولة الإجرام إيران، فقاموا بجرائم يندى لها جبين الإنسانية من قتل واعتقال وتهجير وغيرها. ولا ينفع معهم قيام الشعب العراقي بثورة مسلحة تقتلعهم، ولا ينفع معهم إلا قيام الشعب العراقي بثورة مسلحة تقتلعهم من جذورهم وتقديمهم إلى قضاء عادل ليقتص منهم عن ما قاموا به من جرائم بحق الشعب العراقي. موضوع الثورة المسلحة حقيقة هذا فيه اختلاف بوجهات النظر. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وكل المتظاهرين من ثورة تشرين أكدوا في وقت سابق أنهم ضد فكرة الثورة المسلحة لما قد تعود به من آثار سلبية على هذه الثورة وعلى المتظاهرين، وأن خيار السلمية الذي أدى مفعوله بشكل كبير ولا زال يؤدي حقيقة ولا يزال يؤدي هو طبعا أكثر نجاعة وفعالية من قضية النزاع المسلح والثورة المسلحة، لما فيه من استفادة تعود على الميليشيات وعلى الدول الداعمة لهذه الحكومة من إعطائها مبرر دولي لإبادة هذه التظاهرات. وصلت مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى ختام الحلقة لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.